كالعادة بدر مطوع كلمة السر بالفريق. بدر مطوع يعني رغم أنه يمكن غاب أو كان أقل مو مستوى بدر، لكن في النهاية من كرة واحدة منه إلى فهد سجلنا الهدف. ولازم تكون تعليمات لبدر أنه يكون أقرب للمهاجمين. يعني في لقطة من اللقطات بدر كان حتى يعني متراجع أكثر من مقصيد وأكثر من طلال عامر اللي هم لاعبين المحور. بدر خطورته وأهميته وقيمته كلها في شق الهجوم. فهد العنزي أفضل لاعب المباراة، اليوم شفنا لمحة من فهد العنزي غرباسيا، فهد العنزي خليج اليمن، وأعتقد أن الجميع فرح اليوم بالهدف مثل ما فرحنا أنا وبسعود هني، مثل ما فرحوا الجمهور اللي بالملعب، مثل ما فرحوا الجمهور اللي بالكويت، ومثل ما فرحوا المسؤولين سواء السياسيين الرياضيين، يعني جميع المسؤولين فرحوا. هدف فهد العنزي، فهد العنزي هو اليوم فرحنا. فهد العنزي مثل ما فرحنا بالسابق اليوم